مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. طبعا النهارده هنشوف مهارات جديده وهنعمل مع بعض وصفات ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. حاولت اجمعهم في حلقه واحده علشان يعني تشوفوها وتبقى مجمعه من الحاجات اللي جات لي على الصفحه الشخصيه، وطبعا من خلال يعني اصدقائنا اللي اتصلوا وبلغونا بوصفات عاوزينها وما حبوش يدخلوا مداخلات صريحه. طبعا حاضر، احنا النهارده هنعمل وصفات تنفع للاطفال تنفع للكبار، كلنا بنحتاج اكيد من وقت للتاني ناكل كيك حلو، ممكن نفطر قطعه كيك كويسه مع القهوه بتاعتنا الصبح او مع كوبايه شاي بلبن، ممكن ناكل بسكوتات معينه، اطفالنا ممكن يحتاجوا حاجات حلوه في البيت بدل ما نحتاج نجيب سويتس وحاجات من بره، نعمل لهم حاجات لطيفه. اسمحوا لنا نبدا باول وصفه معانا النهارده، هنبدا بكيك جوز الهند. هو من الكيكات المحببه ولكن مش كل الناس يعني ممكن تكون بتحب جوز الهند. انا النهارده عملتها ولكن خليت نسبه جوز الهند تكون بسيطه، ما تكونش هي الكم الاكبر كعاده دايما كيك جوز الهند. نقول كيك برتقان فيبقى فيها نسبه برتقان، لا يعني في ناس الوسط حلو، وعشان كمان لو حد ما كانش حابب نسبه جوز الهند الكبيره ودقها يقدر يستصيغها وياكلها. وهتكلم مع حضراتكم نجاح ايه، هو اسباب نجاح الكيك، اسباب فشلها، وكمان نقدر نعمل ايه في الكيك لو بات عندنا ونحتفظ بيه ازاي. نقول بسم الله ونبدا اول حاجه بكيك جوز الهند. عندي بالجرامات 175 جرام من الدقيق الكيك. طبعا احنا بنفضل دقيق الكيك عشان لو لا قدر الله حضراتكم استخدمتوا دقيق مثلا يكون عادي وقلبته كتير او اتخلط كتير ما يبقاش بنحفز الجلوتين بشكل اكبر وبتبقى نسبه الجلوتين فيه اقل. طيب عندي 120 جرام من السكر، عندي 175 جرام من الزيت النباتي، اللي حابب يضيف زيت او زبده انا بحب اعملها خفيفه، الكيكس عاده مش كل الكيكس بيضاف لها زبده، لكن اللي حابب يطعم زي ما يرجع لحضراتكم. عندي اربع بيضات، وعندي معلقه صغيره ونص من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الفانيليا السايله، وانا بحاول ادعم السايله ليه عشان تدي ريحه وطعم مع الجوز الهند بيبقى طعمها حلو قوي زي المحلات بالظبط. عندي 30 جرام بس من جوز الهند، يعني تقريبا معلقه مليانه او معلقتين فقط من جوز الهند عشان برضو تدي الطعم الحلو لكن ما يبقاش نسبته كبيره. عندي رشه طبعا من الملح، وعندي معلقه كبيره من العسل الابيض، جوز هند للتزيين، لان انا ممكن نعمل في الكيك دي حاجه لطيفه ان احنا نمسح وشها، في ناس تحب تستخدم المربى، ناس تحب تستخدم العسل الابيض، انا قلت همسح وشها بالعسل واضيف عليها رشه من جوز الهند، فنقول للناس ان دي جواها جوز هند. هنبدا نقول بسم الله، وهبدا في المقادير مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا مش محتاجه يعني عجان ولا حاجه، بس طبعا ايه اسرع. خليني كده اقول بسم الله، البس الجلافز وهنبدا نكسر البيض. البيض اهم حاجه، كل عوامل الكيك لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني البيض يطلع لو هو ساقع في التلاجة هنطلعه ياخد درجة الحرارة، مش بالضرورة ان هو يبقى سخن يعني يسخن في حرارة قوية يعني حر شديد، يدوب بس يعادل ما يبقاش فيه برودة. وطبعا المكونات بجهزها وابدأ أشتغل فيها. أول ما ببدأ أشتغل في خليط الكيك أنا بشغل الفرن عشان أنا ياخد معايا الوقت لحد ما أحضر الكيك يبقى معايا مظبوط. هاخد كده بولة تانية، معلش أنا في الصيف تحديدا بلجأ للموضوع ده عن الشتاء في قصة إن أنا أتأكد إن البيض كله بسم الله الرحمن الرحيم سليم وكويس، علشان إيه؟ علشان اطمن انه تمام، لانه لو لا قدر الله بيضه واحده بس مش مظبوطه وانا حطيت كله مع بعضه يعني هضطر ارمي خليط البيض كله. بسم الله كده. طبعا البيضه تعرفوها فريش لما تلاقوا كده السوائل حواليها زي ما انتم شايفين بشكل قوي ولسه كده ايه يعني مش ناشفه، مش السوائل ناشفه حواليها كده. بسم الله بسم الله اهو، تعرفوا انه البيض فريش. وطبعا لو بتجيبوه يعني من السوبر ماركت تقروا التاريخ بتاع الانتاج عشان تبقوا متاكدين ان هو حاجه فريش. بصوا بقى هاخد كده البيض بسم الله الرحمن الرحيم هحطه هنا، هاخد معاه الفانيليا السايله بسم الله، وهخلط البيض ده مع السكر ال 120 جرام اللي اتفقنا عليهم. اللي عايز يضيف هنا سكر دايت، عايز يستخدم سكر فاكهه، اللي يعجب حضراتكم. طبعا الكميه مش كبيره، انا بعتمد على ايه بقى في الكيك ده؟ الكيك حتى دكاتره التغذيه تلاقيه يقول لك ايه الكيك دايما سعراته قليله بس ما يكونش فيه زبده بقى، يعني ما نحطش بقى فيه زبده، احنا هنا عاملينه خفيف
والسكر هنعتمد عليه في المشروب اللي احنا هنشربه، فيبقى الكيك كده جميل. طبعا بنحاول نقنن، يعني اللي عايز يستخدم دقيق مش ابيض، دقيق شوفان، دقيق قمح، دقيق جوز هند، اللي يريح حضراتكم. بسم الله. هنديهم لفه حلوه كويس قوي مع بعض، نخلط المزيج ده كويس. عندي هنا الزيت النباتي اخليه في جنب، وهاخد المكونات الجافه دي هخلطها في بوله وسط اهو. هنزل كده كميه الدقيق، وهحط معاهم جوز الهند، البيكنج باودر، رشه الملح. هنقلب تقليبه حلوه. طبعا الجوز الهند فيه نسبه الياف عاليه جدا، وفيه طبعا فيتامينز كتير، وفيه معادن، حديد وزنك ومغنيسيوم، بيقوي الجهاز المناعي جدا. في ناس بتستخدمه بيقوي الضوافر، يعني بصوا ليه فوائد كتير. في ناس بتحب تجيبه فريش، بيبقى ارخص، وتعمله هي في البيت. مره نعملها مع بعض، ننظفها ونكسرها، وما ترموش ابدا الكفر، الاطار البني بتاع جوز الهند، لان ممكن نعمله بطريقه لطيفه ويبقى اطباق شيك. لما بتتحط لها نسبه زيت وتتحط في الشمس، بيبقى اطباق شكلها رائع، كانها خشب طبيعي حقيقي. وبتقدروا تعملوا فيها سلطه، تقدموا فيها حلو، تبقى رائعه. ان شاء الله نعمل كده مع بعض، لان نستفيد من الميه بتاعتها بتتشرب. وطبعا بناخد جوز الهند ده نفسه، وبيتعمل منه كمان زيت جوز الهند، نعمل منه حاجات كتير قوي مفيده، تنفع للشعر وتنفع للاكل وتنفع لكل حاجه احنا بنستخدمها. بصوا بقى حضراتكم الخليط عمل فوليوم ازاي. الحله بتاعتي ناشفه، ما ينفعش يبقى فيها ميه، لما احط البيض يديني الفوليوم الحلو ده، وكمان اديله وقته، ده بيخلي الكيك هش هش، يعني خفيف كده. انا هوري حضراتكم الشكل الاول، وبعدين هبدا اصب الزيت شويه شويه. بسم الله. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هوري حضراتكم، بسم الله، هوريكم بس شكل. بصوا، ولسه كمان هيبدا، شايفين ابيض ازاي وادى فوليوم كويس. هنبدا نضيف بالراحه جدا الزيت مع الخلط المستمر. دي بتبقى اول مرحله كده في الكيك، تدوها وقتها. وشوفوا لما بيبقى البيض بدرجه الحراره بيساعد جدا ويدي فوليوم، لو ساقع مش هيعمل كده. بسم الله. عايزاكي تبقي معايا في الوقت يا نودي. ماشي ماشي حبيبتي. نقلب بقى كده، شايفين، نبدا بقى نضيف شويه شويه من الزيت النباتي، ويفضل عباد الشمس. بسم الله. اللي عايز يضيف زيت جوز هند ماشي. بسم الله. خيط خفيف كده مع الخفق المستمر. شوفوا نفش ازاي. طبعا بصوا المارينج بقى بيبقى بياض بيض بس، هما يا حبايبي بيبصوا برضو. بصوا نجاح الكيك. يبقى عندنا العوامل الاولى ان احنا نجهز الفرن، شايفين ابيض ازاي الخليط ابيض حلو قوي. هاجي بقى المكونات الجافه كلها اللي احنا حطيناها مع بعض، اللي فيها 30 جرام جوز الهند، حطينا فيها نسبه الدقيق، حطينا البيكنج باودر معلقه ونص، حطينا عليهم رشه الملح، قلبنا كل الحاجات دي. اللي عايز يستخدم زيت جوز هند لدعم الطعم هيبقى رائع. زيت جوز الهند من الحاجات، الزيوت الجميله جدا جدا، الناس كتير جدا بتستخدمها في الدايت وبتستخدمها في حياتها عموما، على انه حاجه هيلثي يعني. اهو تدعمه طبعا الطعم هيبقى رائع. برضو دي حاجه ترجع لحضراتكم اذا متوفر. بسم الله. انا النهارده ما حبيتش اعمل جوز الهند، هو النسبه الاكبر كعاده. ناس كتير متعوده انه نسبه جوز الهند تكون هي الكم الاكبر. بسم الله. نشوف كده القالب. القالب ده رائع، بصوا كده. والله القالب ده رائع، بصوا بقى. يعني مش عارف، بس انا مش هعرف افضيه بقى، اخليها هنا.
قالب رائع. هوريكم قوالب الكيك اللي اتطلع مع حضراتكم. السبونج كيك قويه كده وعاليه، في ناس بتسويه في حلل، بس احنا بقى طالما بقى في السوق حاجات ان احنا نقدر نستخدم ده. بسم الله، هاخد بالسباتشيلا بس كده من الجوانب، طبعا على حسب نوع الدقيق. خليني كده اقلب تقليبه كده. ريحته طبعا روعه، والفانيليا ريحتها روعه. عارفين بقى كيك الجوز الهندي دي كمان لو عايزين تستغنوا عن البيض فيها، في ناس ممكن تستغنى عن البيض ما تحبوش، حضراتكم ضيفوا ايه بقى؟ حاجه من الاثنين، يا اما الاناناس مفروم بيوري، يعني ناخد مثلا حوالي كوبايه من الاناناس البيوري، او كوبايه من التفاح البيوري، بنقشر التفاحه ونحط عليها عصره ليمون، نحطها في ميه على النار ومعها رشه فانيليا. تاخد الغلوه اول ما تبدا كده، ناخدها نهرسها ونستفيد منها، وكده تقدروا تستغنوا عن البيض في اي كيك. دي ملحوظات مهمه جدا. بصوا ادي الخليط اهو، لطيف جدا، نقدر نحطه بقى في قالب الانجليش كيك ونتعامل معاه. بصوا كده ماشي. هاخد كده انا عندي هنا عاملني نسكافيه رائع الحقيقه، تسلم ايديهم بجد، وبشكرهم جدا في البيوفيه، وبشكر ام مصطفى، بشكر كل البنوتات الجمال اللي موجودين، ومصطفى، والبنوته اسمها ايه يا اولاد؟ البنوته الجميله المهذبه دي اللي فوق مع ام مصطفى، فين؟ دنيا، دنيا، بشكر دنيا، تسلم على النظافه، بشكرهم على النظافه، بشكرهم على يعني على التعاملات. خلوا بالكم كل الناس اللي بتبقى بتعمل في مكان ما، الناس اللي ممكن تكون في وجهة نظر بعض الناس هي ناس بسيطة، إلا إنها بتبقى واجهة للمكان اللي هي فيه بشكل قوي جدا، لأنهم أول ناس بنصادفهم، وهي أول حاجة إيه إلا الضيافة حقيقي في أي مكان. بسم الله، بصوا كده هناخد هنا الخليط، نقدر في قالب الإنجليش كيك، عايزين تضاعفوا الكمية لو عايزين تعملوا قالب كبير ماشي. انا حبيت اعمل على الكميات الصغيره، لان في اصدقاء بيقولوا ام حسن احنا فردين، او يعني انا حد لوحدي فيعني مش عايزه اعمل كميه. طب لو هفترض حضرتك عملتي، بصوا هي وصلت لحد فين في القالب اهو، تقريبا النص، هتعلى تاني وهتبقى جميله جدا ومظبوطه. يا درش ما تيجي تنورنا يا درش، تسلم. بصوا بقى ادي الكيك، اخبط بس كده، الكيك ما يقعدش دقيقة بعد ما نخلص خليط الكيك على طول على الفرن، استحالة ان انا اخليه ينتظر، علشان ده بيشرخ الكيك، انتظاري على الكيك ده ممكن يخليني الكيك يتشرخ، كمان لو ضعفت الضرب على الكيك يشرخ الكيك ويهبط مني. انا حطيت حرارة 180 سخن من اول ما بدأت اشتغل مع حضراتكم في خليط الكيك، علشان احطه على الشبكة في النص، شغال فرن ومروحة لحد ما يبدا يعلى. عمري ما ابدا افتح على الكيك قبل ما يمر عليه على الاقل 25 دقيقه ابدا. وفي الكيكات اللي بتبقى فيها يعني فلافي اكتر او خفيفه وهشه اكتر، وهي عاليه او كميتها كتيره، كميه مقاديرها كبيره، مش قبل 30 دقيقه، لانها بتاخد لحد 45 50 على حسب درجه حراره الفرن. وده يامني ان انا ما افتحش مره واحده اعرضها لهواء تروح هبطالي من النص وهي لسه بتكمل سواها. لذلك لما نعمل الكيك، لو هندخل قليبين مع بعض، لازم نكون حريصين عارفين الجزء العالي والهادي في الفرن بتاعنا عشان ما يهبطش، وعشان لو كانوا كيكتين ممكن ما يطلعوش بنفس يعني العلو ويطلعوا صح، فخلينا دايما دارسين الفرن بتاعنا. طيب انا حطيتها، هتاخد حوالي 30 ل 35 دقيقه على الاكثر، وبعدين هنشوف شكلها مع بعض هيبقى طالع ازاي. اما بتطلع بجيب العسل الابيض ده، اروح ماسحه وش الكيك وهي سخنه، واروح رشه خفيفه من جوز الهند، وتسيبوها بقى وتقطعوا منها شرايح وتستمتعوا بيها. طب لو احنا هنفترض عاملين كيك وعايزين نشيلها في الفريزر، ينفع؟ ينفع، ينفع استخدم واحده واشيل الثانيه اغلفها بعد ما تبرد تماما في الاسترتش، وبعدين اغلفها بالفويل واحطها جوه الفريزر جوه كيس، علشان اضمن ان هي تبقى فريش. اما اجي احتاجها اطلعها اسيبها على الرخامه تقعد ساعه ساعتين على قد ما ترجع لطبيعتها تاني. طب هفترض انا دلوقتي باكل الكيك والكيك ده ناشف عندي، انا دلوقتي مش عايزاه كده، اعمل فيه ايه؟ فورا
حضرتك هتجيبي قطع الكيك دي شرايح هتتحط على صاج وتدخليها الفرن تحمصيها زي بسكوت اليانسون زي الفايش زي ده على الناحيتين. على فكرة الكيك ده بيتباع غالي جدا في بعض الأماكن لأنه الكيك المجفف أو الكيك المقرمش أو الكيك اللي هو الواخد الشكل ده، واستخدموه مكان البسكوت هيطلع رائع جدا. وهقول لكم على وصفات تانية نعملها مع بعض، لكن اسمحوا لي الشوط الأول خلص، هنبدأ نستعد لاستراحة ونرجع من الاستراحة نستعد لبداية الشوط الثاني نشوف هنعمل إيه مع بعض. في انتظار حضراتكم. أهلا وسهلا بمشاهدينا، رجعنا من الاستراحة. بدأنا في الكيك اللي بجوز الهند، قلنا لكل محبي جوز الهند ولكن بنسبة بسيطة للي مش بيحبه علشان يستسيغوا الكيك ده. إن شاء الله يا رب يعني الوصفة تكون بسيطة وسهلة. اتكلمنا عن الأساسيات اللي بنعتمد عليها في نجاح الكيك كمكونات، حاجات ما نلجأش ليها وهي في الفرن ونخلي بالنا منها أثناء الخفق، وانواع الدقيق اللي ممكن نستخدمها بتبقى يعني لو يعني زودنا في الخفق شويه يبقى الدنيا معانا امان. وهنبدا دلوقتي نعمل وصفه حادقه. في اصدقاء كتير يحبوا قوي البسكوتات الحادقه، يحبوا جدا بعيدا يعني عن الاصناف اللي احنا عارفينها زي الحاجات اللي فيها منين وحاجات حادقه او القرص او غيره. في عندنا بسكوت جميل جدا هنعمله بالزعتر. احنا دايما بنستخدم الزعتر ده في بعض المطاعمات يعني تتبيلات وحاجات، لكن ممكن نعمل بيه طبعا الزعتر السوري او الفلسطيني رائع، بنعمله بقى مع زيت الزيتون ويتاكل ونعمل بقى اصناف فيه بتبقى متالق جدا. لكن انا عايز استخدم الزعتر ده في وصفه جميله اعمل بيها بسكوت جميل بالزعتر يبقى حادق، ايه المانع؟ تعالوا كده نشوف مقاديرنا هتبقى ايه ونشوف مع بعض ان شاء الله الوصفه تبقى جميله. طيب عندي بسكوت انا هعمله بشكل نجمه او شكل قلب زي ما انتم عايزين، سموه بقى نجوم قلوب الزعتر بسكوت الزعتر بس براحتكم. عندي كوبايتين من الدقيق، هضيف عليهم كوبايه واحده من السميد البسبوسه الناعم اللي هو السامولينا. عندي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من الخميره، عندي معلقه صغيره من الملح، نص كوبايه من زيت الزيتون، 3 كوبايات زعتر. احنا قلنا هي كوبايه واحده لانه الزعتر الفريش مش كل الناس هتجيبه يا ندى، فخلينا نكتب نص كوبايه او كوبايه لربع من الزعتر. انا عندي جزء فريش صغير وعندي جزء جاف، عندي حوالي نص كوبايه جاف وعندي حوالي معلقه او معلقتين من الفريش اذا تواجد، معلقه ملح طبعا لرشه الملح، وطبعا ميه دافيه للعجن. اول حاجه هعملها هاخد كده الزعتر ده، انا هنا مسخنه طاسه عايزه ادعم الريحه الحلوه بتاعه الزعتر دي، فهاخده كده في بوله. ده الزعتر الجاف، ده الزعتر الجاف، طبعا انواع الزعتر تختلف ماشي. زعتر البري ده مش المصري، خلوا بالكم الحبه الطويله دي ده مش المصري. عايزه اقول لكم ده مضاد حيوي طبيعي الزعتر ده، الزعتر ده هي لو تشربوه مغلي. عايزه اقول لكم فوائد الزعتر بقى، ده بيعزز كل حاجه، يعني اولا بيعالج الكحه للناس اللي عندهم مشاكل في الكحه مش عارفين تشربوا ايه، اشربوا الزعتر المغلي ده. بيقوي جهاز المناعه جدا، مفيد جدا حقيقي حتى في وجوده في اكلات او في ان هم بياكلوه كده مع المعجنات الجميله المشهوره جدا. ده كمان ضد الامراض الكانسر او لو في مشاكل في الجهاز الهضمي، الزعتر من الحاجات المفيده، الغازات، الإسهال، أي حاجة من الحاجات دي. عايز أقول لحضراتكم هو ريحته، بصوا ريحة رائعة يعني، بس إحنا بنهمله زي البردقوش. بردقوش برضو مفيد جدا، يعني هنتكلم وهنعمل وصفات حلوة بيه، حاجات مهمة نبدأ بقى نتفاعل بيها في حياتنا بشكل رائع. بصوا ريحته طلعت إزاي، أول ما بتبدأ الزيوت يسخن تطلع الزيوت الحلوة تعزز النكهة بتاعته جدا. أقدر أحط كمية قليلة بس عززت فيها النكهة بشكل قوي، عشان كده إيه ما يفرقش معايا أحط كمية. شوفوا بقى الجمال، خلاص أنا هرفعه بقى دلوقتي هنا على النار اللي خلاص ما فيش هنا نار، أنا رفعته تماما. الله على الريحة لوحدها كافية. طيب هاخد بولة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشف هنا كده. وهبدا احط بسم الله الدقيق عليه، دقيق السامولينا او السميد البسبوسه، هنقلب كده تقريبه حلوه. هاخد الخميره معلقه، هنقلب تقريبه
لازم السكر معلقه. انتوا ما حطيتوش يا حبايبي؟ طيب انا هحط ربع معلقه صغيره سكر. حطيت عشان بس هي السكر ده نص المعلقه دي هتشغل الخميره ومش هتبان طعمها في البسكوت، ما تقلقوش. طيب هروح ضايفه بسم الله الرحمن الرحيم الزعتر اللي احنا حمصناه التحميصه الحلوه اللي حضراتكم شفتوها دي، بسم الله الرحمن الرحيم. رشه بيكنج باودر هنقلب، هتنسوش ان هو فيه خميره فمش عايزه اكتر البيكنج باودر كده. وبعدين هنقلب زيت الزيتون معايا، باقي لي الميه الدافيه. لازم ميه دافيه ليه؟ عشان افتح حبات السميد دي. حبات السميد دي برضو سلاح ذو حدين، لانه ممكن قوي تحتاج نسبه ميه على حسب برضو نوع السميد. السميد عاده عشان يتفتح لازم ياخد يا نسبه دهون تفتحه، عشان كده بننقعه شويه. نقول لما بنيجي نعمل معمول او بنعمل اي وصفه لازم نسيب السميد ده شويه في الماده الدهنيه الدافيه دي عشان تتفتح، ونسيبه ياخد وقته. وبعدين بنيجي نضيف السوائل عليه يبقى هو اتفتحت تماما فما يبقاش فيه خشونه. طيب هضيف كده المكونات الجافه دي بسم الله، فيها الزعتر اللي احنا اتفقنا عليه وحمصناه، فيها السميد والدقيق والخميره والملح ونص معلقه السكر، وعندي اهو زيت الزيتون، وطبعا عندي كمان زعتر فريش. طيب خلينا الاول نقلب الايه الخليط ده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هنضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون ده بيدي طعم رائع، وبما ان استخدمنا زعتر بقى نستخدم زيت الزيتون. طيب الزعتر الفريش شوية مية فترة، معلش هنقص من ده شوية، أنا عايزة أحط مية فترة وأحط مية من الكتل شوية عشان يعني تبقى العجينة حلوة معايا عشان الخميرة. بسم الله أهو، ما أحطش مية سخنة لأنه في الآخر أنا مش عايزة أموت الخميرة، أنا عايزة الخميرة كده تمام. هنصب بقى بسم الله انزل الاول الجوانب، انزل الجوانب عشان تبقى عجينه. احنا فين الكف بتاعنا؟ الكف بتاعنا ممكن يكون موجود، نجيبه كده يا مصطفى بعد اذنك. هنزل كده الجوانب كويس. شوفوا انا ليه دعمت الاول بزيت الزيتون، عشان اخلط المكونات الجافه دي مع بعض. وخليني بقى احط الكف عشان ايه يبقى افضل من الشبك عشان ما احملش عليه العجين. تسلم يا درش. من الناس المحترمين اللي يعني بشكر والده ووالدته على حسن الاخلاق والتربيه حقيقي بجد. شكرا يا مصطفى. كده هنقلب بقى تقليبه حلوه ونزود الميه الدافيه. لا ما تلزقش هنا، ده بيسالوني دلوقتي يقول العجينه بتاعتها ممكن تلزق. لا بس انا لازم اضيف السوائل، ما تتغروش فيها، هوري حضراتكم الفرق دلوقتي ونتكلم عنها. بسم الله بصوا انا عايزه العجينه كده، انا ماسكاها فيها حاجه بسيطه بس ما بتمسكش في ايدي. ليه بقى الحاجه البسيطه دي؟ عشان السميد هيفضل يمتص في السوائل، فلما يمتص ما يبقاش جاف، ما يبقاش عندي حاسه وانا بقطم البسكوته حاسه ان فيها طعم السميد. لا انا هشيل بقى ده وهوري حضراتكم لما اجي اشكلها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم كده هاخد بقى هنا على الكاونتر الايه، ننظف هنا
ثانية واحدة كده، وهبدأ أنزل العجين. عندي رشة بسيطة خالص من الدقيق، معلش هحط الوسكة هنا وهعمل كده بسيطة كده، بسيطة قوي. وهاخد العجينة دي اهي، طبعا المفروض اسيبها تخمر شوية، اقفل عليها كده ربع ساعة تلت ساعة. شايفين الزعتر بقى عامل ازاي شكله في العجينة؟ الريحة مش قادرة اقول لحضراتكم على جمالها. مسحة كده خفيفة او رشة دقيق تاني لو عايزين، او مسحة بالزيت زي ما تحبوا. وهبدأ افرد، نفرد كده بشكل بسيط. شايفين ما بتلزقش زي، بصوا بعمل كده، هي مش بتلزق على الرغم ان انا ما حطيتش دقيق هنا كده. أأمن بس بشويه دقيق حلوين، وهنا كده، وهنعمل كده على الناحيه التانيه. تعالوا بقى نشكل بالاشكال اللي تريح حضراتكم. العلو يعني نص سنتي علشان هو هيزيد معايا تاني، فما تبقاش يعني البسكوته تخينه قوي، عايزين تحسوه مقرمش رفعوه، عايزين تحسوه فيه طراوه خلوا الحجم مليان شويه مقلبظه اهو كده. شايفين اهم حاجه تبقى مقلبظه. طيب هناخد كده صاج عليه ورق زبده، اديته مسحه بسيطه يعني بالفرشه يا دوب نقطه، عملت كده بس زي ما حضراتكم شايفين، عشان لو ورق الزبده ده ما هوش من الانواع يعني اللي طلع من نصيبي مثلا مش قوي، يبقى انا امنت نفسي وما يلزقش فيه. هاخد بقى الاشكال بتاعه البسكويت اهي، بسم الله. عندي كذا شكل، انا بما اني قلت نجوم الزعتر لازم ابقى قد كلمتي. صح. اهو ادي النجوم، يا سلام هلال، الله اهو شايفين، شايفين الله ريحته جميلة. عايزين اقول لكم التحميصة دي والله والله فرقت في طعم الزعتر، حضراتكم هتاكلوه انتوا بتستمتعوا. وهو غالبا يعني مش يعني يمكن تبقى وصفة غريبة شوية، بس انا عارفة ان في ناس كتيرة من اصدقائنا بيحبوا الحاجات الحادقة اكتر من الحلو، فبرضو نهتم بيهم في فكرة الحادق وحاجات نستفيد منها، ولادنا برضو يحبوها وياكلوها، يلعبوا معانا بقى ويقعدوا يعملوا الاشكال دي براحتهم ويشكلوا يتابعوا، اكيد عايزين يدوقوا. نحط بقى عليهم قطعه جبنه بيضة، نعملهم جبنه بالطماطم ونقول لهم كلوها، شويه لبنه ويغمسوا الحاجات دي. اهي ندى بتقول لي اهي الحاجات دي لما بيساعدوا فيها الاطفال فعلا بيحسوا انهم شاركوا مشاركه مهمه وعايزين ياكلوها ويدوقوها، ويقول لك انا اللي عامل دي، ويقعدوا بقى يشاوروا على الشكل الايه اللي هو تلاقوه معوج كده، ده بيبقوا هما اللي عاملينه يعني. ايوه على يدي. وبيقعدوا يسالوك بقى دي حلوه، تقدرش تقول حاجه، هو حلوه يعني حلوه خلاص ما ينفعش. طيب هنعمل كده واحده كمان، بسم الله. طبعا هنلم العجينه اللي باقيه دي تاني. طب هفترض حضراتكم مش عايزين تعملوا الكميه كلها، هنشيل العجينه دي بعد ما نعملها كوره كده ونروح ايه عاملينها في الفريزر. اي حاجه حضراتكم مش عايزين تعملوها في هذا الوقت اعملوها في الفريزر وشيلوها لوقت تاني تقدروا تستفيدوا منها، ما عندكوش حاجه وتقدروا ما توقفوش نفس الوقفه دي. اهو هجمع بقى العجينه دي الحلوه دي، بصوا العجينه طريه ازاي، هيبان بقى كمان بعد ما بتخمر شوية الربع ساعة دول. بس أنا هنا اديتها سوائل، خليتها زي ما بيقولوا كده إيه، خليتها الأول مايعة سنة يعني ما هياش ماسكة نفسها، عشان أنا عارفة إن السميد هيمتص. بس لو حضراتكم بتجربوا خلوا المية آخر حاجة، مش قادرة أقول نسبة المية، ممكن تاخد كوباية، تاخد كوباية إلا ربع، تاخد كوباية وربع على حسب نوع الدقيق والسميد، فأنا مش هقدر أحددها، لكن في الرينج ده. فالأفضل إيدي فيها المية انزل شويه شويه، انا اللي اتحكم في نسبه الميه مش العكس. وهنبص بصه كده على الكيك، لسه شويه مش عايزه افتح دلوقتي، هخلينا نطلع الاول استراحه وندخل بقى نجوم الزعتر، مش عايزه ادخلها والكيك موجود، نطمن على الكيك الاول، وندخل نجوم الزعتر على حراره 180 على الشبكه في النص، مش المفروض انها تتلون
لو عايزين تدوها لون وتدوها من فوق مثلا مسحه بالبيض او معلقه عسل اسود او مخففه بميه ماشي، لكن عايزين تسيبوه كده انا افضل نسيبه كده ويبقى على لونه الطبيعي. هنستسمح حضراتكم في استراحه وهنرجع ان شاء الله للاكسترا تايم في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا مره تانية، رجعنا لحضراتكم من الاستراحه وعملنا ايه في الشوطين؟ عملنا كيك الجوز الهند، عملنا كمان بسكويت نجوم الزعتر، حطيناه في الفرن على حراره 180 وهنشوف شكله وان شاء الله يطلع يعجب حضراتكم. عندنا كمان دلوقتي وصفه من الوصفات اللطيفه جدا، سهله وبسيطه، انا مش هعملها بالمكونات الكتيره اللي فيها حاجات كتيره قوي، هعتمد على ثلاث مكونات. برضو زبده الفول السوداني ليها محبيها ونقدر نعملها وان شاء الله هنعمل ده مع حضراتكم في حلقه تكون مجمعه فيها انواع الزبدات كلها، زبده اللوز وزبده الفول السوداني، كل ما يعني يخص الحاجات اللي بتشتروها من بره ان شاء الله نعملها مع حضراتكم. طيب هنعمل زبده الفول السوداني بسكويت الاولاد الضعاف النحاف اللي هم ايه ما بياكلوش حاجات مفيده قوي. خلينا كده، الفول السوداني فوائده كتير جدا، هنتكلم عنه طبعا، فوائده كتير جدا وبسيط وما هواش يعني مكلف، لكن نقدر نعمل منه احنا الزبده في البيت لما نجيبه ونقشره او نجيبه من المحمصه او المقلب بتاعه اللب والحاجات دي، نجيبه اكياس ني او من سوبر ماركت ونبدا نحمصه احنا في الفرن. لازم عشان تطلع معانا زبده يكون هو سخن علشان نقدر لما نضربه ونطحنه يدينا المعجون الحلو ده. في منه نوعين، بيبقى كرانشي يعني بيبقى فيه شويه مجروش كده تحسه هي مش ناعمه قوي، وفي منه بنعمه قوي بالهاند بلندر لحد ما يوصل للمرحله انه يبقى ناعم جدا. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه ونبدا في كوكيز سريع جدا. عندي الكوكيز الخاص بيه زبده الفول السوداني، 250 جرام من زبده الفول السوداني، كوبايه الا ربع من السكر، ممكن تبقى نص كوبايه، بيضه واحده. هنعمل بيها كوكيز، هنعمل بيها كوكيز رائع وعاملين حاجه في البيت نظيفه وجميله وهنستمتع بيها جدا. طيب بسم الله، هاخد كده زبده الفول السوداني وهبدا انزلها هنا. بصوا لازم تبقى لينه كده، يعني خدت درجه الحراره ما تبقاش جامده، تبقى لينه كده كده كل الكميه اهي كده كلها، مش عايزه اسيب ولا فتفوته اهو. تمام، وهاخد السكر وهكسر البيضه. بسم الله. طب لو وقعت مني قشرة بيض زي دي لازم اشيلها كده بالقشرة، هتحاولوا تشيلوها بأي حاجة تانية مش هتطلع. بسم الله، وادي البيضة، ما عنديش مانع اضيف رشة من الفانيليا احتياطي عشان تبقوا مرتاحين نفسيا بس، وهبدأ اشتغل كده بالمضرب العادي. بسم الله، بصوا الريحة روعة، ودي وصفة بسيطة نقدر نعمل كده في البسكوت اللي فيه الشوكولاتة القابلة للدهن، ناخد منها نفس الكمية نحط معاها البيض ونستخدم معاها الدقيق، ثلاث مكونات برضه. بصوا بقى ابدا لا اعمل كده لحد ما يبقى كده، يبقى الخليط بتاعه مفرفط كده، ما بقاش بقى لين والزبده ما بقتش لينه زي الاول. شايفين القوام اهو، بصوا عامل ازاي اهو، شايفين ازاي اهو، شايفين ازاي. طيب هننزل بقى ده، هبدا بقى اكورها بايدي كور، انا مش عايزه اعمل حاجه، شكل بسيط جدا هوري حضراتكم، موضوع بسيط. بسم الله، هاخد كده صاج، والصاج ده مسحه بسيطه بالفرشه، هي نفس الفرشه، همسح كده بسيط قوي عشان لو ورق الزبده بس نوعه مش حلو. طيب وهاخد البوله دي اللي فيها انا خلطت الثلاث مكونات دول اهم، بصوا اهو، بصوا بقى هاخد كده
شايفين؟ حاضر يا حبايبي، قولوا لي بس انتوا التايم وانا معاكم، ما تقلقوش. اهو عايزين تعملوه صغير كبير اللي يريحكم، اهي كور كده زي ما تحب. ماشي حبايبي، تقولوا ايه؟ ها ممكن نقلل، ما انا قلت ممكن نخلي، مخرجنا بيقول لي ممكن نقلل السكر يا فندم، ممكن يبقى نص كوبايه، ممكن يبقى تلت، ممكن مش لازم يبقى كوبايه الا ربع يعني. اهو اصل بس شايفه اتنين بيتكلموا مع بعض فبقول لهم بتقولوا ايه؟ بيناموا صح؟ قفشتهم انا، الواحد وهو قاعد بيكور هنا شايف كل حاجه، الاستوديو قدامه متاح. يا نهار ابيض. طيب يا والله انت سمعتهم؟ خلاص انا مطمنه، اهم حاجه ما يكونوش بيقولوا حاجه وحشه. طيب بصوا كده اهو، يلا بينا. انا مش هكمل بقى كله، بس هوريكم هشكله ازاي بالشوكه بطريقه بسيطه جدا. والله بيتباع بره، بنشتريه بقد كده. فين الشوك يا حبايبي؟ اهي لقيت واحده الحمد لله، الحمد لله مصطفى ربنا كرمه ونفد من بين ايديا. اهو اهو، وهعمل كده كمان العكس كده، شايفين؟ ده شكل بنشوفه كتير قوي وبيتباع كوكيز، بيبقى مستورد بالشيء الفلاني، والله بالشيء الفلاني، حتى الحاجات بقت خزعبليه، مش عارفه ايه اللي حصل كده. اهو كده شايفين الشكل ده، التشريخه دي بتاعت الكوكيز. بقى ندخل بقى على الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص، هياخد له 12 لربع ساعه على حسب درجه الحراره، هيطلع زي ما حضراتكم عاوزينه كده. اللي عايز يديله شكل من فوق لون هيشغل الشوايه، اللي مش عايز انا عامله الناحيتين في الطبق، مخرجنا هيستعرضه دلوقتي، تبقوا حضراتكم شايفين اللي انتوا الطريقه اللي تريح حضراتكم. طيب يا بصوا بقى، كرات الزعتر دي نفشت نفشه رائعه. الكيك اهو تمام طبعا، بصوا الكيك، بصوا بسرعه على الزعتر، معلش انا هطلعه عشان تشوفوه فوق، بصوا الجمال، واو ماشي يلا بينا. والكيك يام يامي. طب ما ممكن احط ده بقى جوه في الفرن عشان الحقيقه اصدقائنا عايزينه هنا. بصوا اهو على الصاج، ما ينفعش تحط على تحت على الارضيه، لازم يبقى مرفوع، حراره 180 لحد ما ياخد اللون والشكل بتاعه. طبعا الكيك لازم يبرد، انا مش هقدر افتحه قوي دلوقتي، بس يعني بسم الله اهو، همسح مسحه زي ما قلت لحضراتكم. فين العسل يا حبايبي؟ العسل اللي كان محيرك فين يا نودي؟ طيب يا مصطفى تسلم ايدك، اديتيني مصطفى ماشي قوي، نشيل دي وتعالوا هوريكم. طبعا روعه، واو ريحتها روعه، بصوا بصوا بصوا، وانا مش عاملاها عاليه، خلوا بالكم المكونات سخنه جدا، بس معلش هوري حضراتكم كده سريعا، وهي سخنه هجيب كده بولت العسل اعمل كده وهي سخنه عشان ايه، الله اعمل كده مسحه بس بسيطه بالعسل ده، واحط على وشها شويه جوز الهند. فين يا امامير؟ شويه جوز الهند وصحة وهنا، استمتعوا بقى بيها زي ما انتوا عايزين، حاجة كده تدي طعم. احنا حطيناش فيها سكر كتير، احنا تقريبا 120 جرام سكر، حاجة كده ما تجيش نص كوباية. تسلم ايدك يا مصطفى، شايفين ازاي؟ الله الله، لا بصوا الجمال، اه شايفين حبايبي اهي، نقدر بقى نعمل الحاجات دي كمان في قوالب الكب كيكس، اعملوا اللي انتوا عايزينه، المهم انتوا تبقوا مبسوطين واللي متاح عند حضراتكم. وفي بدائل كتير، يا ريت لو الاقي اسئله تيجي، عايزين تعملوا اي حاجه عايزين ليها بدائل نتكلم فيها مع بعض، تبقى موضوع حلقه، وتقولوا لنا انتوا حابين
ايه من خلال شاشه قناه الاهلي لكل متابعينا من خلال قناه الاهلي. انتوا عاوزين ايه وصفات نقدمها لحضراتكم ونتكلم عنها وتسالونا عنها ونجاوبكم؟ ده شيء يسعدني فندم جدا جدا، واتمنى يا رب انه الوصفات تنول الاعجاب. ممكن اشوف كده طبق هنا، طبعا لسه الزعتر شويه، ممكن نشوف كده حاجة نقدم فيها. ممكن مصطفى يشوف لنا بقى حاجة مدورة كده يا مصطفى نقدم فيها الكيك اللطيف ده. طبعا أنا هبدأ أحرر، يعني هبدأ أحرر من هنا، بصوا هنا هبدأ أحرر كده أهو، بصوا هي مش لازقة أهو، شايفين إزاي؟ شايفين؟ شايفين؟ شايفين الجمال أهي؟ بصوا هوريكم من هنا جاي، مش هرفعها سنة، شايفين؟ كيك رائعة، بس هي عشان سخنة جدا أنا مش عايزة إيه، أهي شايفين إزاي؟ من تحت رائعة. هنبدا بقى ننقلها وتسيبوها تهدى وتقطعوا، وعايزين تحتفظوا بيها في علبه بعد ما بتبرد. تسلم ايدك يا مصطفى. بعد ما تبرد تماما انا بس ايه هحتاج احطها زي ما هي كده، وطبعا احنا هنطلع لاستراحه ثانيه مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، علشان تكلمنا ان شاء الله في الفقره اللي جايه على كل الاسئله اللي حضراتكم بعتوها ليها اجابات باذن الله، ومتواصلين مع حضراتكم. اسمحوا لنا نطلع استراحه ومستنيينكم.